السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد من قناة الرافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية حول خطاب المالك الطائفي والتعرض لمقدسات المسلمين والصحابة رضوان الله عليهم، حيث كتب حميد الكفائي مقالا نشره موقع الحوار المتمدن يقول فيه: لقد سقط ثلث العراق بأيدي الجماعات الإرهابية بسبب خطاب المالك الطائفي المتخلف، وقتل آلاف العراقيين بسبب سياسات المالك التحريضية المؤججة للعنف والكراهية، بينما خسر العراق فرصا ثمينة للتقدم والاستقرار والازدهار، وصار دولة ضعيفة تابعة بعد أن كان دولة تتمتع بتحالفات دولية تقيها الضعف والتبعية، لكن المالكي أضعفها بسياساته الفاشلة، مستعيضا عن الجيش ومؤسسات الدولة بالميليشيات، مستعينا بدولة أخرى وناكثا بوعوده لشركاء السياسيين. ويضيف الكاتب في خطاب نور المالكي الذي يمكن تسميته أبو الخطابات: لم يكشف المالكي عن خططه المبتكرة للتنمية الاقتصادية والتقدم العلمي والتكنولوجي وإنعاش الزراعة وتحسين الخدمات وتوفير الوظائف لجيوش العاطلين، ولكنه تحدث عن قصص وهمية لا أصل لها. لا يمكن أن يصير المرء قائدا إن لم يكن مقبولا من كل فئات شعبه، وأحسب أن غالبية العراقيين رفضت نهج المالك الانقسامي الانعزالي الطائفي الفاقع في الأنانية، وأول من رفضه هو المرجعية الشيعية التي طالبت بإقالته، لذلك فإنه لا يمثل أحدا سوى نفسه، وأحسب أنه يشعر بالعزلة وربما الكآبة، لذلك يحاول أن يحمي نفسه بالتقوقع ضمن فئة متطرفة يمكن أن تحميه من غضب الشعب، لكن الغضب آت لا محالة. من أغرب ما يحصل في العراق أن كسب الأتباع يحصل عبر التأجيج الطائفي وإلهاء الناس عن قضاياهم الأساسية بالخزعبلات والخرافات والافتراءات، لكن الوعي بين الناس تنامى كثيرا عن السابق إثر التجارب المريرة التي مر بها العراقيون خلال العقدين المنصرمين، ولم تعد هذه الأساليب البدائية ناجعة، لكن من جبل عليها لا يستطيع مغادرتها دون أدنى حرص على مصلحة الدولة والمجتمع، فهمه الأول والأخير خدمة نفسه فحسب. لقد أضر هؤلاء كثيرا بالعراق وصاروا عقبة في طريق التطور، ولا بد من إزالة هذه العقبة كي يتمكن العراقيون من العيش حياة طبيعية كباقي شعوب الأرض. تحدث تقرير دولي عن تعرض منطقة أوار العراق المدرجة ضمن لائحة التراث العالمي لليونسكو لخطر كارثي يتمثل بتناقص مناسيب المياه فيها وتلوثها مع زيادة ملوحتها، محذرا من إلحاق أضرار بالغة بالنظام البيئي فيها وتعرض السكان المحليين لأمراض ونفوق الحيوانات والماشية. وذكر تقرير لموقع ذا ناشونال الإخباري ترجمته المدى أن هناك عواقب مدمرة لحياة التلوث هذه أو لحالات التلوث هذه، والتي اشتملت على نفوق المواشي وانتشار أمراض جلدية وغياب المياه النظيفة الصالحة للشرب. الأهوار في جنوبي العراق على مدى قرون كانت عبارة عن منطقة غنية بتنوعها البيولوجي البيئي، وتوفر مصدرا فريدا للعيش بالنسبة لسكانها، وملاذا لأصناف لا تحصى من الطيور والأسماك والحيوانات، مجموعة من أنشطة بشرية مثل التنقيبات النفطية وعوامل طبيعية أخرى دفعت بهذه الأهوار لحافة الانهيار عبر العقود القليلة الماضية. والعامل الرئيسي المساهم لجفاف الأهوار هو التناقص في كمية المياه القادمة من نهري دجلة والفرات. ويواصل التقرير أن زيادة معدلات الملوحة والتناقص الكارثي في المياه النقية الصالحة للشرب أديا إلى وقوع خسائر بالماشية التي تعتمد على الأهوار في استهلاكها للماء.
ويسترسل التقرير أن وزارة البيئة حذرت في وقت سابق من هذا الشهر من كارثة قد تحصل في هور لحوازة بسبب الجفاف، وهو أحد أكبر الأهوار المحاذية للحدود العراقية الإيرانية، وطلبت من وزارة الموارد المائية زيادة الإطلاقات المائية للأهوار لا سيما هور لحوازة. نشرت صحيفة الجارديان مقالا للصحفية فاطمة بوتو قالت فيه: معظم من كانوا على متن سفينة الصيد أدريانا وعددهم 750 شخصا باكستانيون، لقد كانوا مهاجرين فارين من الفقر وانعدام الفرص، لكنهم أيضا فروا من ويلات التداعيات المناخية التي تعاني منها باكستان بشدة. الرجال والنساء الذين خاطروا بحياتهم في البحر الأبيض المتوسط كانوا يهربون من الفيضانات والجفاف وذوبان الأنهار الجليدية وتلف المحاصيل والأوبئة والجراد والتي عانت منها باكستان جميعها في السنوات الأخيرة، وإن تحمل كارثة بعد كارثة قدر صعب. شارك الباكستانيون رحلتهم القاتلة مع رجال ونساء آخرين هجرهم العالم، أفغان وسوريون وفلسطينيون. وقفت السفينة أدريانا ثابتة في ذلك البحر القاتل لمدة 15 ساعة في انتظار النجاة، ولكن لم يأتي أحد. السلطات لم تفعل شيئاً، وقال خفر السواحل اليوناني إن الرجال الذين كانوا على متن القارب رفضوا المساعدة. أزمة المناخ تنزف في كل شيء وسوف تنزف أكثر، إنها أزمة مهاجرين. الصدمات المناخية سوف تغذي حروب المستقبل مع شح المياه والموارد. ووفقاً لمجلس اللاجئين النرويجي، فإن الكوارث تؤدي بالفعل إلى نزوح من 3 إلى 10 أضعاف عدد الأشخاص الذين تشردهم النزاعات أو الحروب في جميع أنحاء العالم. وتقدر دراسة أخرى أجراها معهد الأمم المتحدة للبيئة والأمن البشري أنه يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 1 مليار مهاجر بسبب المناخ بحلول عام 2050. إنها الظل وراء أزمة الفقر في جميع أنحاء العالم وأزمة تكلفة المعيشة. إنها أزمة نسوية. تقدر الأمم المتحدة أن 80% من النازحين على مستوى العالم بسبب الطوارئ المناخية هم من النساء. واحدة من المآسي العديدة التي تكشفت لما فعلناه على هذا الكوكب هي أننا سنكافح لمحاربته. ما هي الاستراتيجية التي يمكن تصورها لمكافحة الفيضانات والجفاف في وقت واحد؟ إنه لمن الصعب الدفاع عن هجمة كثيرة جدا وقليلة جدا دفعة واحدة، لكن هذا هو ما ألحقه حرقنا الطائش والمتهور للوقود الأحفوري. نشرت صحيفة نيويورك تايمز افتتاحية عارضت فيها قرار رئيس بايدن وإدارته تزويد أوكرانيا بأسلحة ممنوعة لمواجهة الغزو الروسي، وتحت عنوان المنطق الخاطئ في إرسال القنابل العنقودية إلى أوكرانيا، قالت الصحيفة: في المنطق القاسي للحرب يبدو أن هناك منطقاً قوياً للهجوم الأوكراني المضاد الذي يتحرك ببطء ضد القوات الروسية المتحصنة بشكل جيد، وهي قنابل تطلقها المدافع من عيار 155 ملمتراً معبأة ب72 قنبلة خارقة للدروع، وتقتل الجنود وتطلق من مدى 20 ميلاً وتنشرها على مساحات أوسع. القنابل العنقودية قد تجبر القوات الروسية على الخروج من مخابئها وترك تحصيناتها على طول الجبهة الممتدة على 620 ميلاً. إلى جانب هذا، فروسيا تستخدم القنابل العنقودية منذ بداية الحرب، وكذا أوكرانيا التي تستخدم قنابلها وتطلب المزيد من الولايات المتحدة. ويظل هذا منطقاً خاطئاً ومثيراً للقلق، ففي وجه الشجب العالمي للقنابل العنقودية والخطر الذي تمثله على المدنيين حتى بعد نهاية الحرب، فهذا ليس سلاحاً تقوم دولة بتأثير وقوة مثل الولايات المتحدة بالترويج له.
وكان هذا الخطر وراء تبني معاهدة القنابل العنقودية عام 2008. وقال الأمين العام في حينه بان كي مون إنها لا تعبر فقط عن اشمئزاز العالم جميعاً من هذه الأسلحة المقيتة، بل وعن قوة التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والأمم المتحدة لتغيير المواقف والسياسات من التهديدات التي تواجه الإنسانية. وحتى هذا اليوم وافقت 123 دولة منها حليفة لأمريكا على عدم استخدامها أبداً، لكن ليس روسيا أو أوكرانيا أو الولايات المتحدة التي استخدمت القنابل العنقودية في العراق وأفغانستان. تحت عنوان فرنسا رجل أوروبا المريض، قال نيكولاس بافيرز المحامي والكاتب الفرنسي في مقال رأي له في صحيفة لو فيغارو إن حصيلة موجة العنف الحضري التي اجتاحت فرنسا بعد وفاة الشاب نائل المأساوية في ضاحية نانتر الباريسية تتجاوز حصيلة أعمال الشغب في عام 2005 وتستعصي على الفهم. يمثل اندلاع العنف تسارعا لا يمكن إنكاره في عملية تفكك الأمة الفرنسية، إذ يتجاوز العنف كل الحدود سواء كان يستهدف الممتلكات أو يهم الناس. لا يقتصر الأمر على ما يسمى بالأحياء ذات الأولوية، ولكنه يلوث المنطقة بأكملها، فهو يهاجم بالدرجة الأولى سلطة الدولة من خلال المباني والموظفين العموميين ورموز الاستهلاك، ومن خلال نهب المحال التجارية أو البنوك ووكالات التأمين. فرنسا تمثل استثناء مع تضاعف الحركات الاحتجاجية وفقدان السيطرة على النظام العام من قبل الدولة. منذ عام 2015 نجحت أربع حركات في خلق مناخ من الحرب الأهلية أقل برودة، وأظهرت حركة السترات الصفراء إضمحلالاً وشعوراً بهجر فرنسا الأطراف. وعبرت الاحتجاجات الضخمة ضد إصلاح نظام التقاعد عن قلق الطبقة الوسطى من إفقارها. أخيراً أبرزت انتفاضة الضواحي تنوع هذه التحركات والغضب، يثبت أن أصلها لا يمكن العثور عليه في العنصرية النظامية في المجتمع أو الدولة. الأسباب الحقيقية تكمن في تسارع التصرف في فرنسا التي أصبحت رجل أوروبا المريض، إفلاس اقتصادي مع نمو صفري وتراجع مكاسب الإنتاجية، معلنا خروجا من قائمة أكبر 10 قوى اقتصادية في العالم قبل نهاية العقد. الإفلاس الاجتماعي مع انخفاض نصيب الفرد من الثروة بنسبة 15% مقارنة بنسبة الفرد في ألمانيا، والبطالة الجماعية والفقر يؤثران على أكثر من 9 ملايين شخص. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد كل العراق. نازل نازل نازل، خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. والآن مشاهدينا إلى الرسوم الكاريكاتيرية.
أكثر من 100 مليون مستخدم ينضمون إلى ثريدز. في 5 أيام استقطب تطبيق ثريدز الذي أطلقته مجموعة ميتا الأمريكية العملاقة لمنافسة تويتر أكثر من 100 مليون مستخدم في أقل من 5 أيام، محطماً الرقم القياسي الذي سجله برنامج الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي للتطبيق الأسرع نمواً على ما أفادت مواقع تتبع البيانات. وفيما اجتاح تشات جي بي تي إلى شهرين أو فيما احتاج تشات جي بي تي إلى شهرين للوصول إلى عتبة 100 مليون مستخدم، وتطبيق تيك توك لمشاركة الفيديو 9 أشهر، احتاج إنستغرام إلى 2.5 عامين للوصول إلى هذه العلامة بعد إطلاقه في العام 2010. ولدى تويتر حوالي 200 مليون مستخدم منتظم، لكنها عانت إخفاقات تقنية متكررة منذ استحواذ إيلون ماسك على المنصة العام الماضي واستغنائه عن آلاف الموظفين. ويعد ثريدز أكبر تحدي لتويتر وصاحبه إيلون ماسك الذي نجح حتى الآن في صد أي منافس محتمل من التطبيقات والمواقع. احتشد عشرات الآلاف في ساحة بلدية مدينة بامبلونا شمال إسبانيا للاحتفال ببدء مهرجان سان فيرمين للركض أمام الثيران. ارتدى الجميع تقريبا بمن فيهم العديد من السياح الزي التقليدي الذي يتألف من سراويل وقمصان بيضاء مع وشاح أحمر للرقبة، وهم يغنون ويهتفون. تعد أحداث سباق ثيران من أبرز الاحتفالات الصيفية في جميع أنحاء إسبانيا، وأشهرها مهرجان سان فيرمين الذي اشتهر في رواية أرنست هيمنغواي عام 1926 الشمس تشرق أيضا. يذكر أن 16 شخصا لقوا حتفهم في سباق ثيران سان فيرمين منذ عام 1919. والآن نتابع معكم مشاهدين الكرام فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. وبهذا الفيديو نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير، إلى اللقاء.